مشاهدينا في كل مكان صباح الخير، بنصب عليكم مع يوم جديد مليان بكل الخير والأمل لكل مشاهدينا، ودائما ما نؤكد أن بالعمل وبالعمل فقط نصل إلى ما نصب إليه ونحقق ما نتمناه من تقدم ورفع لهذا الوطن. مجموعة من الفقرات المتنوعة نلتقي معكم من خلالها من خلال حلقة اليوم، وفقرتنا الرئيسية نتحدث فيها عن السياحة المصرية وتحديدا عن السياحة الصينية في مصر ومحاولة جذب المزيد من هذه السياحة الكبيرة، خاصة أن آخر تقرير عن صرف أو ما يقوم بصرفه السائح في الخارج يمكن وضع السائح الصيني من مصاف الأوائل السائحين اللي بيصرفوا بشكل كبير أثناء يعني حالتهم المختلفة. تنمية السياحة المصرية في مصر من الآلاف إلى الملايين، يمكن ده حلم كل القائمين على السياحة في مصر خلال الفترة القادمة، هنتكلم عنها وعن أركان هذه السياحة القادمة بمصر والتي تتنامى خلال الفترة الماضية. ده هيكون من خلال لقائنا مع المشير السياحي الأستاذة أميرة السراوي. مشاهدينا في كل مكان نلتقي ونبدأ معكم حلقة اليوم بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. مشاهدينا اهلا بكم معنا مرة تانية. اكتشاف يمكن تم العثور عليه او تم الافصاح عنه مؤخرا، وهو المرتبط بالنهر الذي كان في منطقة الاهرامات، ويمكن اهمية هذا النهر الجاف اللي تم العثور على اثاره وحفريات مرتبطة به في المنطقة يمكن بيسهل عملية او بيوضح الى حد كبير فكرة بناء الاهرامات اللي حيرت كثيرين جدا في كل انحاء العالم. عن هذا الموضوع معنا على الهاتف الاستاذ الدكتور احمد بدران، استاذ الاثار بجامعه القاهره. دكتور صباح الخير، كل سنه وحضرتك طيب. الو الو دكتور احمد، الو، هنحاول ان احنا نعود الاتصال مره تانية بدكتور احمد بدران. لحين عوده الاتصال بندعوكم لهذا التقرير اللي بيحمل عنوان كلنا واحد، والمبادره التي تقام تحت رعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، وتزامنا مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك تم اطلاق فعاليات المرحله السادسه والعشرين من مبادره كلنا واحد اعتبارا من الاول من يونيو ولمده شهر لتوفير السلع الغذائيه وغير الغذائيه للمواطنين، وذلك باسعار مخفضه. تابعوا معنا هذا التقرير ثم نعود ونلتقي. مشاهدينا اهلا بكم معنا مره تانية، ومعنا على الهاتف الاستاذ الدكتور احمد بدران استاذ الاثار بجامعه القاهره. دكتور احمد صباح الخير. صباح الخير هاني، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. حضرتك طيب يا فندم. يعني قصه النهر في منطقه الاهرامات دي، القصه دي يعني ما فيش اي كتب او اي حفريات قديمه يمكن اشارت لهذا الموضوع، كل المواضيع دي حديثه في الاونه الاخيره؟ ده سؤال مهم وبدايه موفقه من حضرتك. فعلا هو الكشف اللي تم الاعلان عنه اخيرا دوت، هو يعني تم الاشاره ليه قبل كده، وان لان طبعا المتخصصين في الاثار وعلماء الاثار والحفائر والتنقيب العلمي كان لهم جهود كبيره جدا قبل كده، يمكن من حوالي 40 سنه كان في عندنا كمان عالم فرنسي اسمه جورج جيو تتبع المسار بتاع النهر المطمور دوت او النهر الجاف، وحدد مكانه واطلق عليه على الخريطه مسمى لا يزال موجود حتى الان اسمه البحر الليبيني. لكن اللي حصل دلوقتي او الكشف الجديد دلوقتي يعني هو ركز على الاعمال الجيوفيزيائيه من خلال المسح بصور الاقمار الصناعيه، وكمان باستخدام التطبيقات الحديثه للمسح الجيوفيزيائي والالات والمعدات الحديثه والتكنولوجيا الحديثه، وكمان الاعمال الجيولوجيه، واستطاعوا ان هم ياخدوا بعض العينات من الرواسب الفيضيه اللي تكونت عبر آلاف السنين لروافد أو فروع النهر النيل القديم، اللي نهر النيل قديما كان من 7 أفرع اللي هو انتهى بهم الحال حاليا إلى فرعين رشيد ودمياط. طبعا مصر القديم لأنه هو كان في عصر الدولة القديمة والوسطى، المقبرة الملكية كانت على شكل هرم، وبالتالي كان بناء الهرم دوت ليه تقنية وليه آلية. مصر القديم كان بيتبع أسلوب علمي في العمل بتاعه، ومن هنا عمل فرع إلى الغرب من النهر الحالي الموجود نهر النيل الحالي. الفرع دوت كان بيمتلئ بالمياه أثناء موسم الفيضان اللي هو بيقعد 4 شهور في السنة. بينبثق من هذا الفرع الغربي قنوات مائية تصل إلى حافة الهضبة التي يشيد عليها الأهرامات بامتداد يا أستاذ هاني من منطقة أبو رواش شمالا وصولا إلى الليشت جنوبا، ودي المنطقة اللي تركز فيها بناء ما يقرب من 33 هرم في عصر الدولتين القديمة والوسطى.
وده اللي فسر بقى ان الاحجار ازاي كانت بتيجي من اسوان وتصل الى منطقه الاهرامات. اللغز اللي كان عند البعض ان هو بيتصور ان هو لغز يعني. ده حقيقي جدا. هو ده طبعا ده بيفسر جدا ازاي مصر القديم استعد لفكره البناء والتشييد، ان هو عنده وسيله لنقل الاحجار دي، وخاصه ان الاحجار لم تكن كلها من المحجر المحلي. يعني مثلا هرم الجيزه الاكبر اللي هو هرم خوفو، جزء كبير من احجاره من اللوكال كواري او المحجر المحلي، والكساء الخارجي كان مجلوب من محاجر ترى شرق النيل قصاد الهرم بس في الناحيه الشرقيه في ترى. وعندنا بقى كشف مهم جدا في 2013، البعثة الفرنسية كشفت عن بردية اسمها بردية وادي الجرف. والبردية دي ذكرت اسم قائد للعمال، عمال المحاجر والتحجير يعني، اسمه ميرر. الراجل دوت قال انه هو كان بينتقل الى الناحية الشرقية لنهر النيل لجلب الاحجار اللي هو الحجر الجير الابيض الناصع البياض اللي هو بتاع الكساء الخارجي يعني. تمام. وانه قال انه اشار للنهر دوت والروافد بتاعته اللي كان بيسلكها هذا القبطان والعمال بتوعه عشان يوصل الاحجار لمنطقة البناء. ولو احنا بصينا على امتداد الاهرامات من ابو رواش حتى الليشت هنجد ان كل هرم بينتهي على حافه الوادي بمعبد بنسميه معبد الوادي، ودوت موجود على حافه الوادي المنزرع بالقرب من نهر النيل. قدامه في مرسى، في قناه او مرسى اللي هي كانت بتستقبل بقى الاحجار والعمال والمؤن والمعدات والغذاء والكساء وكل حاجه من خلال المرسى دوت للعمال اللي هم بيقوموا بالعمل المشروع القومي اللي كان في الفتره دي اللي هو بناء الهرم الخاص بالملك. بشكل عام بقى يعني انا يمكن عايز الفت نظر نقطه قبل ما انهي القائمه حضرتك. طب انهار في المنطقه دي معنى كده ان في مياه جوفيه موجوده في الاماكن دي ممكن تهدد الاثار فيما هو قادم يعني او فيما هو سبق؟ لا، هي مياه جوفيه لا، لكن نهر النيل عبر الاف السنين ويمكن اكثر من كده كمان غير المسارات بتاعته يعني. غير المسارات بتاعه نهر النيل، حتى ان احنا كمان عندنا المصادر المصريه القديمه ان الملك مينا مؤسس الاسره الاولى لما اراد تاسيس العاصمه الجديده منف حول مسار احد فروع النيل عشان يجفف المكان دوت ويبني فيه العاصمه اللي هي العاصمه اقدم عاصمه في التاريخ اللي هي عاصمه منف. وبالتالي مسارات النيل اتغيرت او مسارها اتغير، فروع النيل اتغيرت كمان ومساراتها وبعضها جف تماما. ده مش بيؤدي لوجود مياه جوفيه، والدليل كده انها كتير في المباني موجوده فوق المسارات القديمه يعني، حاليا ما فيش فيها تضرر ولا حاجه. لكن الفكره كلها من الكشف دوت بيبين ازاي مصر القديم كان عنده فكر عملي على ارض الواقع ازاي يصل على نفسه فكره نقل الكتل الحجريه الضخمه، وخاصه ان بعض الاحجار كانت بتيجي كمان من محاجر الجرانيت في اسوان ودي المحاجر الشهيره، وبعض الاحجار البازلت كانت بتيجي من الفيوم، فكان لابد يكون عنده وسيله للنقل ميسره يقدر ينقل بها الكتل الضخمه دي حتى مكان البناء يعني. اشكرك جدا على هذه المداخله الهامه الاستاذ الدكتور احمد بدران استاذ الاثار بجامعه القاهره. نتواصل معكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. مشاهدينا في كل مكان اهلا بكم معنا مره تانية، بندعوكم لهذا التقرير. واحتفلنا بميلاد او عيد ميلاد الفنانه وفاء صادق اللي قدمت العديد من الاعمال على الشاشه الفضيه، يمكن تخصصت كثيرا فيما قدمته من دراما تلفزيونيه وليها ايضا بعض الاعمال السينمائيه. هنتابع معكم هذا التقرير عن الفنانه وعيد ميلاد الفنانه وفاء صادق ثم نعود ونلتقي. يوم الاثنين 3 يونيو عيد ميلاد الفنانة وفاء صادق، وهي ابنة لأسرة فنية من الطراز الأول. والدها هو المخرج عادل صادق، ووالدتها الفنانة الفلسطينية اسمهان توفيق. في عام 1996 كانت البداية الفنية الحقيقية لوفاء صادق حينما جسدت شخصية بهيرة في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي مع الفنان الكبير الراحل نور الشريف والفنانة الكبيرة عبلة كامل، وكان تركيزها التمثيلي في الأعمال التلفزيونية. المسلسلات التي شاركت بها وفاء صادق زيزينيا، جسر الخطر، لدواعي أمنية، حد السكين، ساحرة الجنوب، كأنه مبارح، ولاد ناس، فالنتينو، وبنا معاد. شاركت وفاء صادق في فيلم القبطان مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، كما شاركت في مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك. الفنانة القديرة وفاء صادق نجمة بامتياز، وصلت لمرحلة من النضج الفني جعلتها محل إشادة وإعجاب من قبل الجمهور والنقاد. أهلا في كل مكان، أهلا بكم معنا مرة تانية. منتخبنا المصري على موعد مع استحقاقين هامين خلال الأيام القادمة مع بوركينا فاسو في يوم الجمعة القادم تحديدا الساعة 10 في القاهرة،
ولقاء أمام غينيا بيساو يوم الاثنين اللي بعده 10/6، مباراتين يمكن مهمين جدا في مشوار المنتخب المصري من أجل التأهل لكأس العالم إن شاء الله. معنا على الهاتف الحديث عن هذا الموضوع الكاتب الصحفي الأستاذ سيد زهيري. أستاذ سيد أهلا بيك، صباح الخير. صباح الخير يا أستاذ زين، إزي حضرتك؟ أستاذ سيد، بالنسبة لي بداية كده الاستعدادات المرتبطة بالمنتخب، يعني احنا شايفين أو عندنا إحساس إن في عملية ضبط وربط قوية داخل معسكر المنتخب، مفيش تصريحات بتخرج، الأمور كلها كده ماشية في هدوء شديد، ده إيجابي ولا سلبي؟ طبعا ده شيء إيجابي جدا إنك تكون مسيطر على كل الأجواء في المعسكر بتاع المنتخب أو أي فريق رياضي. مفيش أخبار بتخرج، مفيش تسريبات، مفيش حاجة بتطلع تأثر على اللعيبة، خصوصا بعد الفترة السابقة اللي كان فيها كثيرا من اللغط حول تصريحات سابقة للتوأم عن محمد صلاح وعن اللعيبة. فهم ابتدوا دلوقتي يصلحوا الموقف بإيجابية، حتى أن الكابتن حسام أدلى بحديث قوي ومحترم مع موقع الفيفا نفسه، وقال ان الدوري المصري بينتج لعيبه قويه ومحترمه، وقال ان ابرز اللعيبه اللي موجوده في منتخب مصر محمد صلاح وتريزيجيه، وقال حديث شيق يعني غطى كل الاخطاء اللي فاتت. لكن اداريا في سيطره تامه على الاجواء في المنتخب، في تركيز شديد في المرحله القادمه، لان احنا لازم الفرصه بتاعه الوصول لكاس العالم مهيئه بقوه المره دي، ان في 9 فرق هتوصل من افريقيا، فاحنا في مجموعه قويه. المنافس بتاعنا هو اللي هنلعبه ان شاء الله يوم 6 اللي هو بوركينا فاسو اللي هو في الترتيب الثاني. من مصلحتنا ان احنا نكسب المباراتين القادمتين عشان نبقى يعني ضامنين بنسبه كبيره التاهل لكاس العالم ان شاء الله باذن الله. مباراة بوركينا مثالي أصعب من غينيا ولا الاثنين صعبين؟ يعني غينيا بيساو أظهرت مستوى قوي جدا في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، وظهر المنتخب بتاعها متماسك بشكل كبير وحقق نتائج. إذا إحنا لازم نتعامل مع المباراتين بنفس القوة نفس الأهمية، كل مباريات المجموعة بنفس القوة. المستوى الكرة الأفريقية بتتقدم بشكل سريع جدا جدا، عندهم لعيبة محترفين كلهم بره في أوروبا في المستويات المختلفة، الدرجة الأولى والثانية يعني ما بتفرقش، بيطلعوا لعيبة كتير بره تلعب في أوروبا، فهو مستوى متقدم جدا. المباراتين دول مهمين جدا جدا في المرحلة القادمة، ونبتدي يعني بوركينا فاسو مثلا فيها لعيب زي محمد كونيتي ده جاي يستعرض في القاهرة إن الأهلي متكلم عليه، فهيبذل كل جهده ان هو يوريهم ان انا لعيب كويس واستحق ان انا انضم مثلا للنادي الاهلي، فده برضو ده عامل من العوامل اللي هيستغلها مدربهم في انه يحمسه انه ينزل يؤدي كل باكثر طاقه عنده كده. فالمباراتين مهمين جدا ولازم ناخدهم بعنايه، خاصه المباراه الثانيه اللي هي مع 10 في غينيا دي هناك، فلازم نبقى مركزين جدا جدا، ولازم نخرج في المباراه الاولى بنتيجه كويسه وايجابيه، لان المجموعه بصراحه يعني مجموعه قويه ومحتاجه ان انت تضمن كل المكسب في اول باول ان شاء الله باذن الله. نقدر نقول ان يعني بوركينا هي المنافس الرئيسي بتاعك يعني في هذه المجموعه ولا لا؟ يعني هي لحد دلوقتي هي في المركز الثاني وهي اقرب ليا، وهي اللي بتحاول تعطلني، يعني لما تحاول تعمل اي نتيجه ايجابيه معايا هنا هي ضمنت انها تبقى بقوه داخله بقوه في المنافسه. انا لما اكسبها هبعدها اكتر واكتر، كل ما انا ابعد بنقاط اكتر هبعد المنافسين عني. خاصه المباراه على ارضي، مش عايز اخش في حزبة بيرما بقى ان انا في الاخر ابتدي اشوف مين مع مين ومين جاي مع يعني المنافسات اللي جايه، خصوصا ان احنا عندنا مباراتين وعند الكابتن حسام فرصه قويه جدا ان المباراه التاليه في مارس 25، فانت عندك يعني فتره كبيره جدا تقدر تحط خطتك واسلوبك وتدرس المنافس كويس وتخش له وتتاهله كويس. انت الوقت اللي ابتديت فيه دلوقتي وقت قصير جدا، فعشان كده ابتديت معسكرك بدري شويه عشان تلحق تقول خططك وطريقه لعبك واسلوبك وطريقتك بدري للعيبه، والاهلي الحمد لله ساعدك ان اداك اللعيبه الدوليين بتوع بدري برضه لانه تفهم الموقف. فاحنا فرصتنا ان احنا ان شاء الله نكسب المباراتين دول باذن الله تعالى، ويبقى معانا وقتنا بقى نقدر ندبر يعني نشوف هنعمل ايه بالظبط، خططنا ماشيه ازاي، معسكراتنا ازاي، اعدادنا ازاي، هنلعب مع مين ودي يعني. واتمنى ان اتحاد الكره يساعد الكابتن حسام في المباريات الوديه القادمه ان شاء الله، بس نعدي المرحله دي
ويعمل خطة كويسة لمدة سنة لحد ما نلتقي في مارس 25 إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. بشكرك جدا على هذه المداخلة الكاتب الصحفي الأستاذ سيد زهيري. مشاهدينا في كل مكان بندعوكم لهذا التقرير عن الرياضة العالمية ومقتطفات من بعض المسابقات والرياضات العالمية، تابعوها معنا ثم نعود ونلقي الضوء على أهم أخبارنا. مشاهدينا في كل مكان اهلا بكم معانا مره ثانيه، قراءه سريعه لاهم اخبارنا معكم اليوم. رئيس الوزراء يشدد على ضروره تعيين 30,000 معلم كل عام لسد العجز بالمدارس. رئيس الوزراء يوجه بطرح رؤيه تطوير مرحله الثانويه العامه للحوار المجتمعي. مصدر رفيع المستوى، مصر تمسكت بموقفها بضروره انسحاب اسرائيل من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح. مصر تواصل تحركاتها لتقديم المساعدات العاجلة إلى أهالي قطاع غزة. ومن أخبار مصر، الحكومة تنفي رفع الدعم عن الأسمدة الزراعية الموسم الزراعي المقبل. الأهرام، الموازنة الأضخم في تاريخ مصر، مجلس النواب يناقش خطة العام الجديد، 1.5 تريليون جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي. وزير المالية، المواطن يتحمل 15% من تكلفة رغيف الخبز، ومطالب بحوار مجتمعي للدعم النقدي. وزير المالية للنواب، مصر ضمن 5 دول في العالم تستهدف تحقيق فائض أولي 3.5%. محافظ القاهرة، غرامة تصل ل 10,000 جنيه لمن يذبح الأضاحي بالشارع. وزارة التموين تدرس صرف الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات بسعر 125 قرشا للرغيف. حصة الفرد من الخبز المدعم على بطاقة التموين ثابتة، 10 كيلو دقيق شهريا للفرد المقيد على البطاقة بسعر 30 جنيه بديلا عن الخبز. رئيس بعثة الحج الرسمية، بدء تفويك حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة. وأخيرا من أخبار الطقس معنا اليوم، طقس الاثنين، استمرار الموجة شديدة الحرارة بكل الأنحاء، والعظمى بالقاهرة 37 والصغرى 24، الإسكندرية 30-22، مطروح 29-21، سوهاج 42-27، قنا العظمى 45 والصغرى 28، وأخيرا محافظة أسوان العظمى 45 والصغرى 29. مشاهدينا دي كانت إطلالة سريعة على أهم أخبارنا معكم اليوم. نلتقي بعد الفاصل ولقائنا الرئيسي اليوم وحديثنا عن السياحة الصينية وقدومها إلى مصر من خلال لقائنا مع المرشدة السياحية الأستاذة أميرة الصروي. نلتقي بعد الفاصل لنتواصل.